السلام عليكم خوتي خواتاتي، رانا اليوم رانا في فيستيفال عرب هنا في كالغاري. ما يعيطولي انا رايح مع خويا زاك الفوتوغراف تاعنا. اهلا، ماهيش مولف كذا، نترك مولف ان شاء الله. اليوم ندير لكم، نحاول ندير لكم دي فيديو، ندير لكم دي فوتو في الفيستيفال تاع اليوم. الفيستيفال فيه دو جور، فيه السبت والحد جوي. شحال عندنا في شهر؟ 29 ولا 30، فيه يومين. وشاكان يديرو دار في 2014 خطرة الأولى على حبيب نازاك هذا الفوتوغراف. قريب 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 ماشي الميكروفون تقرب باش الو قريب تست تست الو يا مالك شكون اسمع ها ايش از فيتيو 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 مع الاخ عبدو. انا ندير لكم ثقافة تاع الفستيفال، الفستيفال تاع العرب. العرب ومشي غير العرب، باقي تاع القبايل تاع الشاوية. هذا خونا محمود، هذا مرحبا بكم عندنا. I mean, we had like a few Algerians here even. They came and they didn't know some history about their country, some pictures, some pictures. I think we here في كالغاري، فهذا يعني شيء جيد ليه ليهم، يعني يتعرفوا على الثقافة الجزائرية ويعني بعض اللوحات الفنية لبعض بعض يعني الفنانين الجزائريين. هذه اللي راهي أمامنا هنا هي الخيمة تاع أشقاء أشقاء السودانيين. دوك ندخلوا نضربوا لهم طلة ونديروا بعض فيديوهات. هذه الخيمة، هذه اللي راهي أمامنا هي الخيمة تاع السوريين. دوك ندخلو نضربو طلة فما نشوفو واش عندهم. هادو إخوان سوريين، لاجئين سوريين، هما داروا الخيمة هذه. اخونا من سوريا، هذا قهوة سورية. لا لا مش المغرب، الجزائر. دوكا خلصنا من سوريا، نروحو نشوفو خيمة واحد اخرى. هذه الخيمة تاع الاشقاء المصريين. لما ترجع ولا هاي مع السهادي واللي ناوي بس ناوي
هذه الخيمه اللي راهي قدامنا هنا اللي راهي ورايا هذه الخيمه تاع العراقيين هنا من العراق من العراق هذا زعيم الحضاره العراقيه السومريه كانت حضاره كانت حضاره العراق يعني الحضاره العراق حضاره بابل حضارة بابل بابل واشور اشورية الحضارة الاشورية الحضارة السومرية اقدم حضارة حسب ما يقال والله هو انت تعرف يعني اللغة اكو اللغة الكلدانية عندنا والاشورية بيتكلموا بها هسه عندنا المسيح العراقيين يتكلمون بلغاتهم لغاتهم؟ اي لغتهم يعني كم عندكم اللهجة يا احنا عندنا اللهجات كثيرة ما اقول لكم اللغات عفوا اللغات احنا عندنا الكردية وحدة تدري بيها كردية صح اي وعندنا الاشورية والكلدانية ذول اليومين هذا يتحدثوا بها يتكلمون فيها يستحق الحياة شوفوا الخيمة تاع خوتنا اليمنيين معنا يحيى هذا صديقي من اليمن يحيى حياكم الله كيف الحال؟ والله تمام طيبة الحمد لله أخويا طيبة بوجودك ليك 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 شكون هذا ليك؟ أهلا صورهم تشيلسي تشيلسي هذا الاعداء هذا الاعداء تشيلسي يا والله انتم حبايبنا ما خسرت مانشستر يا اخي حياك هاو يو برو الحمد لله كيف الحال الحمد لله يا اخي أستاذ شرحنا هذا شنو عندكم هنا في اليمن؟ نبدأ من هذا عبارة عن سامبلز للمباني اللي في اليمن. شوف هذا المكان هو مبني من مادة تخليه الريح تدخل هذا 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 هذه هذا عبارة عن نافذة نعم؟ هي عبارة عن ثلاجة. ثلاجة تخزين الطعام تخزين الماء تخزين هي تكون باردة. أولا هي تكون مبنية في الاتجاه الغربي. عشان الشمس ما تضرب الشمس تكون من هنا كمان الريح تدخل وتبردها